السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نماذج أسئلة امتحانات نهاية الكورس الثاني لطلاب الصف الثاني المتوسط، استفادوا من عدها لجميع المواد. نزلت قناتي على التليجرام، يلا يعني راح أمشي الفيديو على كيفي حتى تاخذون صورة وتستفادون من هذه النماذج. امتحنوا بها قسم من طالباتي والقسم من المتابعين دزولياها. هاي رياضيات، وهذه إسلامية، وهذه إسلامية، وهذه حاسوب، اجتماعيات، رياضيات، فنية، هذه عربي، علوم، علوم، انجليزي، وهذه النسخة الثانية الانجليزي، وانجليزي، ورياضيات، وعربي، ورياضيات، ورياضيات، وهذه أيضا رياضيات، وهاي إسلامية، لا هذه لحد هنا. هاي امتحانات نهاية الكورس الثاني لطلاب الصف الثاني المتوسط.